اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تنزله منازل المتقين، وأن تتقبله قبول الصالحين، وأن ترفع درجته في المهديين. تلقينا هذا الخبر فكان كالفاجعة والصاعقة على آذاننا، لأننا ما سمعنا أنه كان مريضا أو أنه كان يعاني، فكان هذا الخبر مفاجأة مفجعة لأهل العلم وطلبته في سائر الأصقاع. فبهذا نعزي إخواننا ومشايخنا وأهل العلم جميعا في وفاته رحمه الله تعالى، وجعل الجنة مثواه ومأواه. الله تبارك وتعالى يصطفي من عباده من يكون خلفا لأنبيائه ورسله من أهل العلم، فيمن الله تعالى على من يشاء بهذا العلم الذي من رفع به رأسا واعتز به واعتزى إليه رفع الله تعالى درجته في الدنيا والآخرة. ونحسب أن فضيلة الشيخ غيث بن محمود الفاخري رحمه الله تعالى كان من أهل العلم الصالحين، ولا نزكي على الله تعالى أحدا، وإنما نشهد بما علمنا وبما رأينا وبما سمعنا. عرفناه في مؤتمرات وفي لقاءات وفي مجامع جمعت كثيرا من الفضلاء والعلماء، فكان بينهم شامة فضلا وخلقا وأدبا وحسن تأت ونظر في الأمور. فنسأل الله تعالى أن ينزل على قلب أهله وأوليائه وأحبابه وأصحابه وأهل العلم بليبيا، أن ينزل على قلوبهم جميعا سكينة وصبرا، وأن يلهمهم حسن البر به بعد موته رحمه الله تعالى بنشر علمه وآثاره وفتاويه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعوض ليبيا وأهلها خيرا عن فقد علمائها الصالحين ورجالها البررة الذين قاموا مواقف مشهودة في نصرة دين الله تبارك وتعالى وإعلاء كلمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الخلف الصالح في أبنائه وذريته وطلبته ومحبيه الذين اعتنوا بالتلقي عنه والأخذ من معين علمه. والله تبارك وتعالى يعوض أمتنا بأسرها عن فقد علمائها ورجالاتها الصالحين، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.